في ناس كتيرة ما بتحبش تلبس البلوفرات الشتوية، مع ان انها مريحة بتدفي وبتفضل كلاسيك في الدولاب بتاعك لمدة طويلة. تعالوا معايا عشان اوريكم نصائح تنسيق البلوفرات الشتوية لمناسبات تكون شيك ومناسبات برضو تكون كاجوال. وكالعادة هسيب لكم المعلومات وكل اللينكات في صندوق المعلومات اللي تحت الفيديو، فما تنسوش تروحوا تزوروه. اول نصيحة ممكن نديها لك، ما تخافيش تلبسي السويترات الشتوية اللي هي واسعة وكبيرة على جيب او يكون شورت قصير، ده بيكون على فكرة شكلها حلو جدا، وده طالع على الموضة جامد جدا اليومين دول. انا من رايي احلى جيبات طالعه على الموضه اليومين دول هي الجيبات الجلد، بيكون فيهم ديتيلز حلو جدا زي بتاعتي دي اللي مرسوم عليها ورد ملون. فما تخافيش تلبسي مثلا بلوفر يكون شتوي لونه نيوترال، يعني مثلا بيج او جراي او ابيض او اسود على جيب زي دي. تاني نصيحه هي الاكسسوارات بتكون مهمه جدا مع البلوفرات، ممكن تحطي غوايش كتيره وترفعي الكمام لفوق شويه، يا اما ممكن تحطي عقد طويل او كذا عقد قصير. ثالث نصيحه هي لو هتلبسي شورت قصير او جيب قصيره، ما تخافيش تلبسي تحتيهم كولان يكون فيه باترن، يعني مثلا رسمه معينه تلفت النظر، يا اما يكون الفيشنت اللي هو مخرم، ده بيكون الستايل بتاعه شيك جدا وفيري ادجي. وفي نفس الوقت ممكن تحطي كمان هاف بوت زي ما انا لابسه كده، بكعب صغير او بكعب اكبر شويه لو انت حابه، وهيكون المنظر بجد شيك جدا وفيري فيري ادجي وشكله حلو. الرابع نصيحة هي لو انت حابة الستايل اللي هو كلاسيكي او شيك لمثلا مكتب او خروج عائلية، ممكن تلبسي الجيب اللي هي تكون طويلة نقول عليها pencil skirt، يعني طويلة ورفيعة والمس ضيقة من تحت، مع كعب يكون pointy يعني رفيع من قدام ويكون كعب طويل، ده بيطول السيلويت بتاعتك وبيديكي منظر شيك جدا ومنظر يكون very nice mademoiselle. لو انت حاسه ان البلوفر بتاعك متخنك قوي من قدام، ممكن تعملي الحركه اللي بنسميها tuck in، يعني تدخلي البلوفر حبه كده من قدام من النص في البنطلون او في الجيب اللي انت لابساها علشان يدي سلوات احلى وارفع. نصيحة نمرة 6 هي في ناس كتير بتخاف تلبس البنطلونات البيضة في الشتاء، ما تخافيش خالص، ده بالعكس شكلها بيكون أحلى كمان في الشتاء لأن الألوان كلها بتاعت الشتاء بتكون نيوترال. فممكن تلبسي البنطلون الأبيض ستايلش يكون مثلا مقطع شوية من عند الركبة، وممكن تلبسي فوقيه بلوفر أو سويرر يكون لونه جري زي ما أنا لابسة. نصيحة نمرة 7، لو البلوفر بتاعك كبير قوي وواسع قوي ومفتوح من قدام زي بتاعي كده، ما تخافيش انك تبيني الكتف، يعني ممكن تنزلي البلوفر شوية كده على جنب وتحط شعرك على الجنب التاني، ده برضو بيدي ستايل حلو قوي. نصيحة نمرة 8، اللوك الكاجوال، يعني اللي بيكون مريح. هو اصلا البلوفرات الشتوية احسن حاجة ليها هو اللوك الكاجوال، ليه؟ لان هي اصلا معمولة عشان الويكند، لان هي اصلا مريحة جدا ومعمولة عشان تقعدي فيها وانتي مستريحة. فانا بحب البسها مع الجينز دولا، الجينز دولا من عند ليفايس، هم هاي ويست، يعني الويست بتاعهم بيطلع على فوق كده، وبحب قوي 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 البسهم مع الكوتش ده اللي هو النايكي بتاعي اللي وريتهولكم من كام فيديو كده قبل كده، لان اللون بتاعه بيليق حلو قوي مع البلوفر اللي انا لابساه، وفي نفس الوقت بيكون شكلي برضو ستايلش وفاشنبل. نصيحة نمرة 9، البنطلون الاسود هو اهم حاجة في الدولاب بتاعك، وهو اصلا مفتاح في الدولاب بتاعك لانه بيليق على كل حاجة، فاي موضوع هنتكلم فيه هقولك البنطلون الاسود. بس بقالنا مدة احنا عارفين ان البنطلونات السودة اللي هي الهاي ويست، يعني وسطها برضو طالع لفوق على البطن، بس تكون مقطعة كده من عند الركبة او فيها كذا تقطيعة، البنطلونات دي بتبقى طالعة حلوة جدا وطالعة على الموضة، وبجد بجد بتليق على كل حاجة. فلو عندك مثلا هاي نيك، مثلا بلوفر هاي نيك، ده بيخلي المنظر احسن كمان، وانا شايفة ان بيليق بطريقة يعني شيك وفي نفس الوقت كاجوال وبيدي لوك جارسون كده شوية. عاشر نصيحة واخر نصيحة هي وانت بتختاري البلوفرات بتاعتك الشتوية، حاولي تختاري على طول الوان نيوترالز، يعني ابيض اسود جري يا اما كريمي، علشان الالوان دي هتفضل تلبسي فيها سنين طويلة، وغير كده انها بتليق على كل حاجة انت بتختاريها.
بس كده. اتمنى انكم تكونوا حبيت الفيديو وانه يكون فاتكم. ما تنسوش تسيبولي اللايك عشان تشجيعي، وتعملوا لي اشتراك في قناتي لو حبيتوا الفيديو ده، وتسيبولي تعليقاتكم، بالنسبة لي مهمة جدا. باي.